تشهد مدينة السويداء جدلا واسعا بعد إطلاق ما يسمى حزب اللواء السوري بهدف الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي الرشيد وتعدد السلطات والانتقال السلمي للسلطات على حد قول القائمين عليه. يأتي ذلك بالتوازي مع ظهور قوة عسكرية لمكافحة الإرهاب. التفاصيل في تقرير الزميلة كاترين. جدل واسع في السويداء إثر إطلاق حزب جديد من قبل مجموعة من أبناء المحافظة تحت مسمى حزب اللواء السوري، والذي أكد عبر صفحته الرسمية على وحدة الأراضي السورية والعمل على الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي وبناء هوية وطنية سورية واحدة تحترم التعددية. حزب حديث الولادة مغيب الملامح حتى اللحظة، لم يعلن رسميا عن مبادئه أو برنامج عمله، إلا أن الأمين العام للحزب مالك أبو خير أكد لتلفزيون سوريا بأن الحزب يضع أولى أهدافه محاربة تنظيم الدولة الذي يستخدمه النظام كفزاعة بحسب وصفه، إضافة إلى ضبط الفلتان الأمني الذي تسبب به النظام في المحافظة من خلال دعمه للعصابات وتقديم التسهيلات لها. ولادة الحزب تأتي بالتزامن مع تدهور لأوضاع المحافظة على الصعيد الأمني والاجتماعي والاقتصادي، إلا أن السبب الأبرز بحسب أبو الخير هو لرفع صوت السويداء عاليا ومنع النظام من التحدث باسمها باعتبارها من الأقليات. قوة أخرى طفت على السطح تحت مسمى قوة مكافحة الإرهاب، تحوي كتائب عسكرية وفرقة مهام خاصة لضبط الفوضى وحماية السويداء وأهلها بحسب صفحتها الرسمية، في حين أكد كل من الحزب والقوة على وجود تنسيق بينهما. ردود فعل مختلفة أثارها الكيانان الجديدان في المحافظة بين مؤيد لهما ومعارض، فما الذي يحدث في السويداء؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا الأمين العام لحزب اللواء السوري مالك أبو الخير مباشرة من باريس، ومعنا بسام العيسمي محام ومعارض معارض سوري من فيينا. أبدأ مع مالك أبو الخير، حزب اللواء السوري هل هو عودة إلى مشروع الإدارة الذاتية الدرزية الذي تم الحديث عنه في الآونة الأخيرة في الجنوب السوري؟ مساء الخير. أهلا بك. اولا نحن من اول معاييرنا عدم استخدام اي معايير طائفي، فلا يمكن نحن ان نقول كلمه درزيه بمدينه مثل السويداء اللي بتحتوي مكونات غير المكون الدرزي، وهذا اللي نحن بناكد عليه على موضوع انه نستخدم مصطلحات طائفيه. لا، المشروع ما هو مشروع اداره ذاتيه ولا مشروع فدراليه او جميع ما روج سابقا، هو فقط حزب سياسي انطلق من مدينه السويداء، له آراء السياسية، له أفكار السياسية، حزب يؤكد على وحدة الأراضي السورية، على الحل السوري السوري. كل ما هنالك أن هذا الحزب انطلق من داخل مدينة السويداء، فللأسف تم فهمه بشكل خاطئ بالبداية من قبل الكل، من قبل بعض الشبكات أو من قبل بعض وسائل الجهات الإعلامية، والترويج لفكرة أنه نحن نسعى إلى إقامة إدارة ذاتية. إقامة إدارة ذاتية ما نحن اللي ممكن نحن نقوم فيه، هذا موضوع دولي. نحن بالنسبة لنا حاطين خطواتنا الأولى إطلاق، وتم إطلاق حزب سياسي يؤكد على وحدة الأراضي السورية، على العمل بالمرحلة السورية القادمة. نعم، لكن في تصريحات أخيرة لكم، تصريحات صحفية، نفيتم فكرة الحكم الفيدرالي، لكن في الوقت الراهن، في الوقت الحالي. نحن لم ننفي الفكرة، هنالك يعني هون، يعني هون في نقطة صار في، وهذا ما أسأل عنه، يعني عدم نفي الفكرة بالضرورة يوجب أنها قد تحدث في المستقبل. ليست قضية أن تحدث، هناك هلا شوفي كيف القضية. الكل عم يطرح حلول مختلفة، بنفس المدينة بالسويداء في ناس عم تقول بدها حكم ذاتي، ناس عم تقول لا حكم مركزي، ناس بتريد إدارة لا مركزية، القضية ما بتقتصر علينا، نحن كل ما هنالك قلناه أنه أي حل قادم في سوريا نحن ما عندنا مشكلة معه، بشرط أن يكون بطاولة وطنية جامعة يتفق عليه جميع السوريين. يعني إن اتفق السوريين بطاولة وطنية واحدة تشمل كل المكونات السورية على حكم فدرالي، فنحن سنكون إلى جانبه. أي نوع من أنواع الحكم اللي بيضمن استقلالية القرار السوري، السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية، نحن سنكون إلى جانبها.
هو نتيجة أنه نحن اتهمنا مباشرة كونه مدينة السويدة أي عملية بتقوم فيها دوما يعني سياسية دوما تطرح فيها هذا الحكي من 50 سنة من انقلاب حزب البعث ومن تسلم حزب البعث في السلطة حتى اليوم، أي حركة سياسية بتخرج من مدينة السويدة فورا يكون التخوين مباشر لها. طيب. وهذا ما حدث معنا بالفعل، كان الاتهامات بالعمالة لإسرائيل، العمالة لأمريكا، إقامة دولة كيان درزي انفصالي، إدارة ذاتية فدرالية، نحن نفينا كل شيء. أي شيء بيكون خارج سيادة سوريا وأي شيء خارج الخطوط الوطنية العريضة وأي شيء خارج وحدة الأراضي السورية نحن مستحيل نكون معه. سنتحدث عن هذه الاتهامات بالتفصيل أستاذ مالك أبو الخير، لكن سأقتبس عبارة من التقرير. حزب اللواء السوري حزب حديث الولادة مغيب الملامح، وبما أنك تتحدث عن اتهامات شرع العديدون في إظهارها لهذا الحزب، حدثنا عن ملامح هذا الحزب، من يدعم هذا الحزب حزب اللواء السوري؟ هو حزب وطني انطلق من مدينة السويدة لا يدعمه أحد، هو مجموعة من العمل الشبابي من أبناء مدينة السويدة المؤمنين كلياتهم ما بين الداخل والخارج، مؤمنين كلياتنا على فكرة واحدة أن ننطلق من السويدة باتجاه عمل وطن سوري لجميع السوريين. نحن كمدينة أبناء مدينة السويدة تم تغييبنا على مدى 50 سنة ومنعنا من المشاركة بأي عمل سياسي بالدور السياسي السوري. طب شكل هذا العمل السياسي أستاذ مالك أبو الخير كيف يمكن أن يتم في ظل هذه الظروف؟ يعني حتى في مقابلة صحفية لك أقتبس منها أيضا قلت قد تم كسر الطوق الذي فرض على أهالي منطقة السويداء، ما هو الطوق الذي كسر وكيف كسر؟ وين هي المقابلة طلعت؟ هذه مقابلة صحفية نشرتها صحيفة العربي الجديد. طيب شو عديل المصطلح اللي قلت لأني أنا بالفعل ماني متذكره؟ نعم قلت تحدثت عن مسألة كسر الطوق الذي فرض على أهالي منطقة السويداء، وأنتم من خلال هذا الحزب تسعون إلى كسر هذا الطوق، فأنا أسأل كيف تم كسر هذا الطوق؟ كيف يمكن أن يتم ذلك في ظل يعني هذه الظروف؟ بظل هذه ما قضية بظل هذا الظروف سيدة؟ نحن كمدينة السويداء إذا بترجعي من 50 سنة إلى اليوم لا يوجد أي صوت سياسي عم يخرج منها إلا بشكل فردي من خلال المناضلين اللي طلعوا منها، لكن لا يوجد عمل سياسي جمعي منظم يخرج من هاي المدينة. دوما النظام بحاول تقزيم هاي المدينة وعدم إخراج أي صوت سياسي منها، وهذا حق طبيعي. يعني هون نحن ما عم نحكي لا من منطوق طائفي ولا من منطوق عرقي أو عشائري، في عملية مقصودة من قبل النظام ومن قبل يعني خلينا نقول الرؤية الطائفية لهي النظام إنه مدينة السويداء تبقى مدينة مقزمة سياسيا، وهو يصرح باسمه، هو يحكي باسمه، وهو يتصرف بكل شيء باسمه، وهذا الشيء ما نصحي ما نصحيح أبدا. نحن باختصار منا كنا عايزين إنه نحن نأسس حزب سياسي نكون له قاعدة نشغل عليه نتعب عليه يوصل صوت هاي المدينة أولا، ومن ثم ينطلق باتجاه أن يكون شريك لكل السوريين بعملية الحل السياسي القادم. في تغييب حقيقي لهي المدينة بشكل مقصود، يعني لما تم نقل الدواعش إلى جنب السويداء ومن ثم صار الهجوم ما كان في أي صوت سياسي يطلع ويوضح بأنه هاي العملية بترتيب من النظام، وعمل النظام أنه يحكي باسم السويداء بهي القضية بمحافل الدولية أنه أنا اللي دافعت عن السويداء، بينما هو اللي منشر الهجوم عليها. ليش؟ لأنه ما في صوت سياسي عم يدافع عن هاي المدينة، وهذا أمر طبيعي. هاي المدينة مدينة عريقة إلى تاريخ كبير سيدتي. نعم. سويدا يعني مش لأنه نحن أبناء سويدا عم نحكي. سويدا يعني ستعملون في المعارضة ضمن هيئة التنسيق مثلا من داخل سوريا أم من خارج سوريا؟ ليش اخترت أنت هيئة التنسيق مثلا؟ أنا أتحدث من داخل سوريا أو من خارج سوريا. داخل سوريا ستكون داخل سوريا معلش لا أنت نعم. هون عم تحطي قوالب جاهزة، يعني أنت عم تختاري لي قوالب جاهزة وتقولي لي روح عليها. أنا لم أقل أنا هيئة التنسيق مع احترامنا لكل الجهات. نحن كيان منفصل. في إلنا جوات السويدة وإلنا براتها، وجودنا بالسويدة لا يعني انتمانا أنه نحن تحت النظام. بدك تنتبهي لأنه مدينة السويدة حاليا ليست تحت النظام، يبدو معلومات قليلة وشحيحة بالنسبة للسويدة. السويدة ليست تحت النظام، السويدة حاليا محكومة أو خلينا نقول، لكن النظام يسيطر بشكل شبه كامل على السويداء، يعني كيف ستتحرك في هذا الإطار؟ معلوماتك شحيحة، المشكلة من عندك، معناتها معلوماتك شحيحة. ليس لدي مشكلة، أنا أسأل وأستفسر منك عن ماهية هذا العمل. معلوماتك خليني أصلح معلوماتك. النظام لا يسيطر على السويدة، القضية باختصار أن النظام يفرض سلطته على السويدة من خلال مجموعة من العصابات الإرهابية لمجموعة من الشخصيات المرتزقة والقتلة اللي عم يقوموا بجرائم الخطف والسلب والنهب
اعطاهم بطاقات امنيه واعطاهم صلاحيات يتصرفوا شو ما بدهم بسويدا، لدرجه انه صاروا يخطفوا الناس ويمارسوا اعمال ارهابيه بحق الناس، والامن هو متخبي وراهم، الامن ما بيسترجي يعتقل حدا، ما بيسترجي بعد دوريه باتجاه حدا، لكن بنفس الوقت بيدفش هاي العصابات من ابناء السويدة ليخلق صدام داخلي بين ابناء المدينه. وادواتكم في مجابهه ذلك استاذ مالك؟ نحن عم نطلع بطريقه سياسيه، نحن عم نطلع بطريقه سياسيه حضاريه. هيدي طيب. اول طريقه ممكن نحكي فيها ونعبر عن السويدة. السويدة من يوم يوم تقدم عمل وطني حقيقي. وما بتوقع نحن في مشكله لما نطلع بعمل وطني حقيقي. سنتحدث عن الفصيل العسكري أيضا الذي ظهر بالتوازي مع هذا الحزب السياسي، لكن اسمح لي بالانتقال إلى أستاذ بسام العيسمي. في ظل ما أشار إليه أستاذ مالك أبو الخير، إلى أي درجة يمكن أن ينجح هذا الحزب بتحقيق الأهداف التي أشار إليها مالك أبو الخير؟ تحياتي لك سيدتي وإلى السيد مالك أبو خير وإلى المشاهدين الكرام. سيدتي بدي أحكي بشكل عام، السويدة فعلا هي محيدة مش من 50، من أكثر من 50 سنة، من 66، فعزلت السويدة عن الفعل السياسي على المستوى الوطني، وبالتالي حوصرت المدينة وحوصرت اقتصاديا، حتى تصوري انه كل اغلب المدن السوريه في الى منافذ خارجيه، والسويدة مدينه حدوديه ولم يكن لها، يعني بده النظام بده يخنق السويدة. ومعلومات انا عم بحكي مش تكهنات، تم من تم هناك محاولة لفتح معبر باتجاه الأردن، الأردن وافقت لكن الحكومة السورية لن توافق على فتح معبر للسويداء حتى خنق مدينة السويداء، يعني حصار كامل. فحينما الدولة أو النظام يتخلى عن مسؤولياته في حفظ أمن الناس، في حفظ أرزاق الناس، في فرض القانون، فبالتالي لابد الناس أن تفتش عن حمايات ومسارب لحمايات خاصة أو قادرة، يعني ضمن المجتمع الأهلي اللي موجود فيه. من حيث المبدأ هذا صحيح، لكن حزب سياسي يمكن قريبا جدا، من فترة بسيطة جدا سمعنا بالحزب والتشكيل، وحاولنا نسأل كثير من المهتمين في العمل السياسي ما كانوا يسمعوا أبدا أنه في هذا التشكيل موجود، يعني كان عبارة عن تسريبات وما في شيء ملامح محددة أو معلومات إذا صح التعبير. بس لكن أنا بتصوري أنه من حق السويدة أن تفتش عن حمايتها، أنه في ظل غياب النظام أن تحمي نفسها، لكن كيف تحمي نفسها؟ يعني هي المسألة، نحن الخلاف بالأسلوب والطريقة. الحزب السياسي، حينما نقول حزب سياسي، حزب سياسي وطني يجب أن يكون على مستوى الوطن وليس ينطلق من السويدة. يعني كيف بده ينطلق من السويدة حزب سياسي؟ يعني هذا الحزب حينما شكل، وليس لدي معلومات وحاولت أن أسأل ولن أصل إلى معلومات، يعني هل تم الاتصال بالمحافظات الأخرى، بالسياسيين الآخرين في المحافظات الأخرى؟ وكثير من السياسيين هن يعملون ضمن الفضاء الوطني وأجندتهم الأجندة الديمقراطية وإلى آخره، الوطنية والديمقراطية والحضارية إذا صح التعبير لسوريا المستقبل، وكيف يمكن أن نخرج من هذا الوحل الذي طيب. سأنقل هذه الأسئلة إلى ضيفي مالك أبو الخير. إذن كيف سيتم يعني الحديث باسم السويداء كما أشار ضيفي بسام العيسمي؟ أيضا هل تم الاتصال بالمحافظات الأخرى، يعني في ظل الحديث عن مشروع وطني سوري ينطلق من السويداء، كيف يجري ذلك؟ وأيضا أريد أن أسأل عن الفصيل العسكري الذي ظهر بالتوازي مع حزب اللواء السوري وهو قوات مكافحة الإرهاب، ما علاقتكم به؟ شو السؤال الأول إذا في مجال، لأنه صار في دمج بين السؤالين. الأول شو؟ سألتك عن الأسئلة التي وجهها أستاذ بسام العيسامي بخصوص المشروع الذي يتحدث به حزب اللواء السوري، يعني هو يقدم مشروع وطني سوري، هل تم الاتصال ببقية المحافظات؟ كيف سينفذ هذه الأهداف التي نادى بها؟ أولا ما بتوقع في مشكلة، هذا حق طبيعي أن ينطلق الحزب من مدينة. هو قال أنه حق طبيعي، لكن يسأل كيف سيتم تحقيق هذا الحق. نقطة ثانية، أنه كيف بينطلق من السويدة؟ الانطلاق من السويدة هو شرف لنا، وهذا شيء نحن أصرينا عليه، لأن السويدة هي دوما مركز
انطلاق للثورات ولحركات التحرر الوطني. وهذا أمر نحن نفتخر فيه أن ننطلق من مدينة سميطة. هذا أولا. أما بما يخص اتصال ففي اتصال مع المحافظات الثانية ومع السياسيين، وعم نتواصل معهم وعم نحكي باتجاه أن يكون هذا المشروع لكل السوريين وليس لمقتصر على محافظة واحدة فقط. كل القضية أنه نحن بعدنا بالبدايات وعم بنطلب منا أسئلة، يعني بدها وقت حتى تتوضح ويشوفوا وين عملنا وين أدائنا. استباقيا نعم في تواصل مع درعا، في تواصل مع القنيطرة، بدمشق، بمحافظات أخرى، بالمناطق اللي نحن بنقدر نشتغل فيها حاليا واللي فيما بعد الحل السياسي إن شاء الله بنقدر أنه نشتغل فيها بشكل أكبر وأكثر. إذا الحزب في طور النشأة. نعم، بخصوص الفصيل العسكري الذي أسسه سامر الحكيم باختصار لو سمحت، لما تبقى لدي وقت. أولا كمان في معلومات مغلوطة، الفصيل ما بيقوده سامر الحكيم. من يقوده إذا؟ بكرة هن رح يطلعوا ويعبروا عن نفسهم ورح تشوفوهم بالفيديو كل حدا من موجود فيه. هي باختصار قوة اسمها قوة مكافحة الإرهاب، وهي قوة منظمة تعمل ومدربة. نحن عم نقوم بالتنسيق معها وهن ليسوا تابعين لنا، في تنسيق ما بين الطرفين. يعني للأسف الإعلام صار يشتغل على أنه يركز على أسماء. نحن يعني نسأل، نحن نسأل حتى نؤكد هذه المعلومات. مالك أبو الخير، نعم مالك أبو الخير، عذرا لما تبقى لدي وقت، الأمين العام لحزب اللواء السوري، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك. بسام العيسمي، محام ومعارض سوري، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا، سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.